Okay, my project today I will talk about a problem solving approach. هي معايير حل المشكلة وإيه خطوات حل المشكلة. What is a problem solving؟ إيه هو حل المشكلة؟ هو quality glossary definition. Problem solving هو is the act of defining a problem. حل المشكلة هو تعريف المشكلة. هو إن أنا إزاي بحدد مسبب المشكلة. Determining the cause of the problem. Identifying. Prioritizing ان انا على الاولويات ان انا بحدد البدائل الممكنه للمشكله. رابع حاجه ان انا بعمل حاجه اسمها implementing a solution، ان انا بنفذ الحل بتاع المشكله. ده الفيرست سلايد. انا اول حاجه بعملها ان انا الفور ايتمز، اول حاجه بتكلم عن حاجه اسمها ديفاين ذا بروبلم، ان انا هنا بعرف المشكله وان احنا ازاي نقدر نحلها وازاي ان احنا بنخلق البدائل في البروبلم سولفنج ابروتش. طب نتكلم على فيرست ايتم. اول حاجه بنتكلم عن ديفاين ذا بروبلم، ان احنا بنعرف المشكله. هو الديفرنشيت فاكت فروم اوبينيون سبيسيفاي اندرلاين كوزز كونسلت each faction involved for information. ان انا هنا بميز بين الحقيقه والراي وبحدد الاسباب اللي هي مسببه للمشكله، وبستشير كل قطيع او كل واحد مثلا في اللايك في الشركه عندي مثلا في الكمباني، بستشيره مثلا في المشكله دي وليه المشكله دي حصلت، طب احنا نعمل ايه في المشكله دي ونحلها ازاي. فدي حاجه اسمها consult each faction involved for information. وبعمل حاجه كمان ان انا بحدد المشكله على وجه التحديد، ان انا بعمل حاجه اسمها state the problem specifically, identify what standard or expectation. ان انا هنا بحدد المعيار او التوقع اللي تم انتهاكه. وهنا برضو في السلايد ده بتكلم عن حاجه اسمها determine in which process the problem lies, avoid trying to solve the problem without data. ان انا هنا بتجنب ان انا احل المشكله بتاعتي دي، المشكله اللي عندي دي، بتجنب ان انا احلها بدون دليل، بدون بيانات، بدون ملاحظات، بدون حاجات عندي اقدر استخدمها ان انا احل المشكله. لان انا لو ما عنديش مثلا بيانات او ما عنديش ملاحظات او ما عنديش اي حاجه توصلني للخيط بتاع المشكله، ساعتها انا مش هعرف احلها. فدي اول حاجه بتكلم عليها. السكند ايتم عندي هنا بتكلم عن حاجه اسمها جنريت الترناتيف، ان انا هنا ازاي بخلق البدائل الممكنه لحل المشكله اللي عندي. هو السوليوشنز بوست اون ايفالويتنج الترناتيفز انشالي انكلود اول انفولفد انديفيدوالز ان جنريتنج اوف الترناتيفز. ان انا هنا ببتعد عن الحلول مبدئيا، وان انا هنا بقيم او بعمل تقييم للبدائل اللي انا اتوصلت لها، وان انا هنا بستشير المتخصصين في حل المشكله اللي عندي، وان البدائل اللي انا اخترتها دي تكون متوافقه او ثابته مع الاهداف التنظيميه، وان ممكن تكون البدائل دي يا طويله المدى يا قصيره المدى، يعني يا طويله يا قصيره، وان هي لازم ان انا اشوف افكار الاخرين ان هي بتاثر على البدائل اللي عندي، اشوف البدائل اللي عندهم هتناسبني ولا لا في حل هذه المشكله. دي السكند سلايد. ثيرد ايتم هنا بتكلم عن حاجه اسمها ايفالويت اند سيلكت ان الترناتيف. هنا بتكلم بقول ان انا هنا بقيم البدائل او بختار البدائل الممكنه المناسبه لحل المشكله اللي بتواجهني. ايفالويت الترناتيفز ريلاتيف تو ا تارجت ستاندرد ايفالويت. ان انا هنا بقيم البدائل على حسب المعيار المستهدف او المشكله المستهدفه اللي عندي، المشكله اللي عندي بختار لها البديل المناسب ان انا احلها. وقول alternatives without bias، يعني ان انا بختار البدائل بدون تحيز، يعني ان انا بختار مثلا بديل حتى لو هو مثلا مكلف بالنسبه لي في السعر، بس هختاره ان هو ده اللي هيحل لي المشكله، ما اروحش اختار مثلا بديل رخيص او بديل مثلا مش هينفعني او مش هيفيدني في حاجه. Evaluate alternatives relative to established goals evaluate. ان انا هنا برضو بقيم البدائل المتعلقه او المتعلقه بالاهداف المنظمه او اهداف التنظيميه للمنظمه اللي عندي او الشركه، وهنا بقيم النتائج المثبته والنتائج المحتمله الناتجه عن البديل اللي انا اخترته ده. دي ثيرد سلايد بتاعت الايفالويت. هنا رابع حاجه بنتكلم عليها واللي هو اللاست ايتم، implement and follow up on the solution. ان انا هنا بنفذ
البديل اللي انا اخترته هو plan and implement a pilot test of the chosen alternative. ان انا هنا بعمل تيست او بعمل اختبار للبديل اللي انا اخترته وبشوفه هل هو هينفع معايا وهيتماشى معايا ولا مش هينفع. جذر فيدباك، باخد منه فيدباك، باخد منه معلومات هتنفعني ولا لا وبصلحها على اساسها ان انا بصلحها، وبجمع اراء الناس اللي هم اتاثروا بالاختبار ده وبشوف ان هم موافقين ولا مش موافقين، في اجماع بالقبول ولا مفيش اجماع بالقبول. لو مفيش اجماع بالقبول بشوف بديل تاني، لكن لو في اجماع بالناس قبل بالبديل ده وان البديل ده هو اللي هيحل المشكله خلاص بمشي بالبديل ده. By all those affected